بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ اليوم الندوة ونرحب بالجميع في هذه الندوة والتي تخص مشروع 12 مليون دولار لمكتبة المناهج الإلكترونية لتدريس التجارة الخضراء بين قوسين Green Business Braxley Birley. ونرحب بضيفينا الكريمين مهندس فايز والمهندس عادل لشرح الجزء الخاص بالشركة الاستثمارية في مصر، وهي شركة مكة سمارت شمس للتدريب، مقرها القاهرة، مملوكة للمهندس عادل. وسيكون الحوار حول العلاقة بين شركة شمس للتدريب ومدرسة الكنزة العالمية لصاحبها المهندس فايز. وأيضا نريد قبل أن ننتقل للضيفين أن نجزئ الندوة إلى جزئين رئيسيين، الأول عبارة عن علاقة الجهتين في الجلسة الأولى، وبعدها نأخذ فاصل قصير، وفي الجلسة الثانية نناقش المناهج والسنين الدراسية للمواد الثابتة، وهي جزء من اسم شركة مكة سمارت، عبارة عن 5 مواد تتلخص في كلمة سمارت، وهي S من ساينس و A من آرت و R من ريدينج و M من ماث و T من تكنولوجي. وأثناء الفاصل سوف يتولى الكنترول لسماع أسئلتكم، وفي الجزء الثالث يتم الرد على أسئلتكم المتكررة، وكل جزء له أقل من نصف ساعة. وأريد أن أعطي معلومة لجميع المشاهدين والمستمعين أن هذه التجارة بين قوسين البيزنس ليس لها موقع في الإنترنت ولن يكون لها أي دعاية، ولكن يوجد كول سنتر للاتصال من أجل التواصل. وكذلك معلومة أخرى، الدراسة لجميع السنوات بما فيها الماجستير تعتبر رسوم المواد مجانا بين قوسين تيوشن فري. وأيضا هذه الشراكة في مجال تعليم التجارة الخضراء ليس لها دعاية ولن يدفع أي مبالغ للدعاية، ولكن سيكون هنالك برنامج للرعاة من الشركات في مجال التعليم والصحة. ونبدأ الحوار مع المهندس فايز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بصفتي صاحب مدرسة الكنز العالمية للغات، يسرني التعاون مع شمس بتسويق المناهج والدراسة عن بعد عبر الإنترنت، عبر الميديا. حيث أن لنا عدة نشاطات أخرى بجانب المدرسة، وهي مكتب هندسي لدراسات هندسية في السعودية، ومؤسسة مقاولات والتجارة لتوريد المواد الأثاث والأبواب والمطابخ الخشبية بالاتفاق مع عدة جهات خارجية لتمويل لتصنيع الأثاث والأبواب. ننتقل الآن إلى المهندس عادل. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أشكر المهندس فايز على استضافته لنا في مكتبه. نحن الآن في مكتب المهندس فايز، المكتب الاستشاري استشارات، ونعرف عن الشركات المشاركة في هذا المشروع 12 مليون دولار. فهي شركات استثمارية، شركة استثمارية شمس للتدريب في مصر، وهذه شمس التدريب متعاونة مع شركات عالمية في مجال تقنيات حديثة، تقنية ليفا، وهذه شركة في جدة، شركة مشاريع تقنية ليفا في مجال التبريد والتكييف، وأيضا هناك شركات ماليزية، هنا 3 شركات. يهمنا طبعا هذه ليفا تك، ترجع لشركة ليفا، وشركة ليفا هي اختصار من ليس انرجي اول فريش اير في مجال المباني الخضراء. وهنا نظام 3S3H، هذه شركة
شركة 3S3H، وهناك فيديوهات في اليوتيوب تبين، وستكون المناهج مناهج التجارة الخضراء لتدريس أيضا المباني الخضراء والتجارة الخضراء. طيب، نحن تحدثنا عن الشركات، والآن يعني في هذا الجزء من الندوة نحاول نبين العلاقات بين الأطراف. طبعا هناك مصر وهناك السعودية، وهناك مدن في السعودية مستهدفة، مدينة مكة المكرمة داخلة في المشروع، ومدينة جدة، وفي مصر مدينتين هي 6 أكتوبر وبني سويف. والهدف من استهداف هذه المدن لوجود تجارة فيها ولضلوعها في التجارة، فتقريبا يعني تقدر تجارة مكة من أقوى التجارات الأسواق ومن أكبر الأسواق في المنطقة طوال العام. والواضح من عدد يعني المستفيدين من سوق مكة وعدد الصناعات المصنعة باسم سوق مكة ومعروفة. ففي مكة تجارة قوية وفي مصر تجارة قوية، ولذلك كانت هذه المدن. ويجب أننا نحن في المشروع، أي مشروع، أنك تحط حدود، فنحن حاطين حدود المدن ولوجود شركاتنا فيها، مثلا شركة فايز وشركتنا يعني موجودة هنا، فنحن ما نقدر نعمل في مدن نستهدف مدن نحن موجودين فيها حيث أنه ما عندنا موقع على النت. طيب، الآن نرجع للعلاقات وكذا. البيزنس من زي ما ذكر أخونا في المقدمة اللي هو مكتبة، يعني المكتبة دائما هي لتكون الكتب موجودة فيها. الكتب حتكون مناهج دراسية للسنين التي ذكرها، فعندنا سنة دراسة يعني تعتبر ميني MBA، تعطيك جميع العلوم بالإنجليزي التي في المرحلة الابتدائية يعني الإنسان يحتاج يتعلمها. يعني لو كان في أمريكا إيش يتعلم في الابتدائي في الخمسة المواد، الساينس والماث والآرت وكذا. ونحن ما نبي نطول، حنرجع للعلاقات. فسنة أولى وسنة ثانية تشمل المتوسط أو الإعدادي، وسنة ثالثة تشمل الثانوي. بمعنى أنه لو طالب في الابتدائي أخذ الإعدادي، فعندنا أنه لو من أحد يأخذ مستويين يعني grade 9 يقدر يدرس grade 6، يكون يشارك كتوتر ومنتور في المنهج، لأنه المنهج هو درسه. فهنا يبدأ الإنسان يعني في التدريس، حتى الصغار يبدأ يستفيد. يعني مثلا أهله دفعوا له قيمة السنة الأولى والسنة الثانية، السنة الثالثة يعني بعد كده هو يصير إيش، يجي له دخل، يبدأ يشتغل في التدريس. فلو اشتغل في التدريس للابتدائي يعني صار عنده خبرة، وممكن يكون هذا الكلام كان موجود أول ما بدأ التعليم. يعني أنا أفتكر الوالد الله يعطيه الصحة والعافية الدكتور ناصر، فكان في التعليم، فتخرج من ابتدائي راح معهد للتعليم متوسط، اتخرج من الإعدادي كفاءة درس في الابتدائي، لأنه ما كان في مدرسين حتى يكونوا جامعين. فحيرجع نفس الكلام بس لتعليم. طيب التعليم إيش نقصد به نحن؟ المناهج الهدف منها إيه؟ سد الفجوة بين مخرجات التعليم حاليا وسوق العمل. يعني الإنسان يتعلم كيف يعني العلم هذه المواد الخمسة الساينس وهذا كيف هي في سوق العمل. وهناك تفاصيل كثيرة، وفي حتكون فيديوهات كثيرة في الموقع. العلاقة المناهج هذه تكون بالصوت، يعني العلماء ما نطلب منه أنه يجلس أمام الميكروفون ويقعد، هذا هو يستطيع من أي مكان من بيته
يعني نطلب منه يتكلم في كذا في كذا في كذا، فبيعطي المنهج. وهو معروف يكون هو مدرس في أمريكا 15 سنة أو 20 سنة أو كذا بالنسبة للابتدائي، يعني عنده خبرة، أو مدير مدرسة. على فكرة يعني مدراء المدارس، إذا أنتم يعني اطلعتوا على الموضوع وتقدروا تبحثوا فيه، هناك ترى يعني يعتبروا اللي يعينوهم مدراء مدارس حتى الابتدائي يعني يكونوا أحيانا دكتور. هذه يعني شاهدناها نحن في